مشاهدينا صباح الخير واهلا بيكم وحلقه جديده من الحكم. طبعا عندنا اخبار والمنتخب هو المتصدر المشهد في الساحه الرياضيه الفتره دي او الاسبوع ده بالتحديد. ولكن قبل ما اقول الاخبار خليني معايا على التليفون، قلت بدل ما انا اخد الاخبار سريعا يكون معايا حد مهم ياخد او يتناقش معانا في ماذا يحدث في المنتخب، رحيل حجازي، هل طلب الرحيل ولا حصل مشادة ما بينه وما بين حسام حسن وابراهيم حسن. هنعرف طبعا معايا على التليفون الناقد الرياضي طبعا ومدير المنظومه الاعلاميه باتحاد الكره الاستاذ محمد عراقي. استاذ محمد صباح الخير. صباح الفل يا مي، اهلا بيكي ودايما متالقه كده وبستمتع دايما بمشاهدتك. اشكرك منورني في الحكم. ربنا يخليك. اولا ابداها معاك منين، خليني الاول اكلمك على اللاعب اللي فيه قيل وقال كتير عليه اللي هو ارون بوبينزا، وقدامي اخبار كتير بتقول رسميا الزمالك يعني بيعلن تلقي اختاره من اتحاد الكره بوصول البطاقه الدوليه للمهاجم، واخبار تانية بتقول رغم التقارير الفرنسيه ارون يصل فجر السبت الى القاهره للتوقيع للزمالك، واخبار تانية قدامي بتقول بس دي من الميركاتو الفرنسي بقى بتقول ان ارون يفضل الانضمام الى نادي اوروبي، لديه عروض من الزمالك وكونيا سبور وغازي عنتاب ونادي اخر بس هو يفضل الى الانضمام الى نادي اوروبي. فبما ان حضرتك معانا على التليفون وحضرتك المسؤول او مدير المنظمه الاعلاميه لاتحاد الكره فانا اكيد هاخد الخبر الاكيد منك انت. والله كل كلامك مظبوط، يعني كل التقارير دي رغم ان هي تقارير تبان ان هي تقارير متعارضه او تقارير عكس بعض ولكن هي تقارير كلها مظبوطه. لما نيجي نتكلم على ارض الواقع فعلا البطاقه الدوليه وصلت للاعب ووصلت لنادي الزمالك، يعني وصلت لنادي الزمالك ووصلت لاتحاد الكوره، وبالتالي ما فيش اي مشكله خالص بالنسبه لقيد اللاعب. ولكن اللاعب اساسا لو رجعنا كده لتاريخه هنلاقي ان هو يعني زي ما بنقول كده بيغير كتير رايه، حتى تنقلاته كتير دايما كده تلاقي تنقلاته كتير، فممكن يكون ناس كتير يعني زي ما بيقولوا لعبت في دماغه. يمكن انا وصل لي كلام ان في اكتر من وكيل بعت له قال له ان الزمالك عنده مشاكل في قصه دفع الفلوس، عنده اكتر من مشكله مع اكتر من لعيب محترف، فممكن يكون اللاعب يعني زي ما بيقولوا كده ايه ابتدى يزمزق، عارفه انت اللي هو ابتدى ايه يحس كده اللي هو ممكن ايه يرجع في كلامه. ولكن على ارض الواقع في اتفاق وفي عقد اتمضى وبناء عليه البطاقه الدوليه بتاعت اللاعب وصلت. هي المشكله كلها ان هو لحد دلوقتي مش بيرد على التليفونات، ولكن وفقا لحديث مسؤولين نادي الزمالك او تاكيدات مسؤولين نادي الزمالك ان اللاعب بصدد وصوله خلال 24 ساعه او 48 ساعه للقاهره طبعا للخضوع للكشف الطبي وانتظام في تدريبات الزمالك. خلينا نشوف ايه اللي هيحصل خلال الفتره اللي جايه، ولكن لو بتكلميني كمعلومه بشكل رسمي هل بطاقه اللاعب الدوليه وصلت ولا لا، بطاقه اللاعب وصلت ومفيش اي مشكله خالص في قيد اللاعب ومفيش اي مشكله تمنع انتقاله للزمالك، الا لو اللاعب نفسه بقى ابتدى يغير رايه بعد ما زي ما قلت لك بعض الاطراف دخلت في الموضوع. من خبرتي الصغيره اللي قد كده ان اول ما بيبتدي ان هو ما يردش على التليفون بيبقى خلاص بيبقى كده الصفقه باظت، ده صحيح؟ بس عايز اقول لك ان في شرط جزائي، يعني العقد المبدئي حتى رغم ان هو عقد مبدئي ما بين الطرفين ولكن في شرط جزائي وهيكون على اللاعب دفع الشرط الجزائي ده في حاله يعني زي ما بيقولوا كده رجوعه على الاتفاق وانتقاله لاي نادي تاني، فبالتالي هيكون مطالب ان هو يدفع الشرط الجزائي ده للزمالك. طب ما قيمه يا استاذ محمد الشرط الجزائي؟ يعني ما اعرفش قيمته الماديه بالظبط، ده برضو وفقا لتاكيدات مسؤولين نادي الزمالك لان ده ما كانش في الورق اللي جه لاتحاد الكوره وما كانش في الورق اللي جه، ولكن وفقا لتاكيدات مسؤولين نادي الزمالك ان في شرط جزائي، يمكن هم لسه ما افصحوش عن قيمته ولكن بياكدوا ان في شرط جزائي في حاله عدم انضمام اللاعب لنادي الزمالك هيكون مجبر ان هو يدفع الفلوس دي في حاله انتقاله لاي نادي تاني. طيب بما ان احنا اتكلمنا على نادي الزمالك خلينا ندخل نتكلم على قيد نادي الزمالك، وانا قريت اخبار ان مشكله القيد اتحلت او اتمدت حاجه زي كده، ولكن احنا عندنا نادي واحد بس هو اللي فيه مشكله القيد وهو النادي الاسماعيلي.